مصلحتنا يعني ابناء بتغاوى فيها، بعشق أعشاقها، يعني بتفنن فيها تفنن، يعني خاصة وقت بكون في رزق، متوفر رزق، ساوي مناظر بالفواكه، بس هلا على هوات ما يكون في فواكه بنشتغل فيه اللي احنا يعني الفاكهة بالنظر. أنت جاي مثلاً بدك تشرب كاسة كوكتيل، وقت بتشوف هالفواكه هيك معلقة، الما مشتهي بده يشتهي. بيع فواكه وما فواكه، هذا اتفنن هيك بصدورة، اتفنن بالجوز، اقعد حط العنقود هيك اتفنن فيه هيك لحتى صرنا يعني مو من هلا من 30 سنة 35 سنة بنتفنن بالفواكه لهلا. أنا لحالي تعلمت هالمصلحة هي وشد فيها، اشتغلتها بلبنان واشتغلتها بالسعودية وهلا اشتغلتها هون بسوريا يعني. أول ما فتحت بالمعرة، أول سنتين بالمعرة وصار العالم تنزح، أنا ما نزحت، بالعكس اتفنن بالفواكه ورتبه وقاعد هيك لحالي والمعره فاضي، حوالي المعره كله فاضي. اي قالوا له ليك ابو الفواكه فاتح، لك شو فاتح؟ قالوا له والله فاتح. يجي يصوروني ويبعثوا، صارت العالم تنزل ترجع، والله ما طلع. وبالنزوح الاخراني قلت هلا هوني خالص، دقيت حالي وطلعت، يعني ما طلعت شيء معي. جيت لهون على مدينه ادلب، فتحت عرصي، ما محل ولا شيء، مثل هلا هيك، هلا انا ما عندي محل. هلا بيجيني الزبون بيقول لي بدي كاسه كوكتيل، شو بدك يا اخي؟ بدي اياها برتقان وتفاح. عندي كاسه دواء هي قد كاسه الازاز الشرب، شربوا اياها، بده شيء بضيف له عليها، ما بده شيء بيعطيني الاوكي بصب له الكاسه السفريه. ثاني شغله معه عيله، الاولاد كلها على حسابي، من يوم ما فتحت حاسب على الكاسه الكبيره فقط لا غير. هلا حدا غيري بيقول لك انه مثلا تعالي علق تنتين ثلاثه بدي اخلقه. أنا بالعكس صعيبة الدقية وبدك تربط التفاحة، ما بمل يعني بسهلة بالفواكه، بتفنن بالفواكه، فهمت علي شلون؟ يعني بدك تربطها تحطها بسحاحير، بعد ما بتخلص تربيط بدك تقوم تعلقها. شو بدك عندي؟ سلطة فواكه، كوكتيلات، العصير الفريش، الأفوكادو، يعني عدة أنواع، يعني شو بيتعلق بالفواكه بيشتغلها. عندي هلا هذا كوب الحمي ما حد بيعرفه، كوب الحمي هاد بيعتبر انه عن قشطه وما قشطه من هالشغلات هي، يعني شو بدك فيه؟ يعني عندي نشره بقدم له اياها للزبون، شو بيختار؟ لحنا مساعدين نساوي له اياها. بنزل على السوق مثلا، شو هي الفواكه الكويسه؟ البعرف المانا المضروبه بالطول معي بالتعليق بجيبها، بعد ما بجيبها لهون بعلقها. اللي بشوف هي ما بتتخزن اول باول بشيلها مش بشتغل فيها، اللي بعرفها كويسه بخليها للتعليق، يعني اول باول ببين علي. هلا عندي برتقان من السنه الماضيه، عندي ليمون من السنه الماضيه، عندي تفاح من المعره، صار له هلا تقريبا 3 سنين ونص. يعني اذا كان خجل يسالك بيجي بلمس عليها وبيطلع على السياره، يا اما بيسالوني يا عمو هي الصناعي ولا فواكه؟ يا اخي والله فواكه. وكلانهم بتلاقي هذا اللي عم يتراهن، هذا عم يتراهن وحرمته، لفوا الدوار ورجعوا لعند مني، فتحت البلور قالت اسكت انت ولا كلمه، سالتني قالت لي عمو هذا الفواكه حقيقي ولا الصناعي؟ ما رديت عليها، انا مسكت العنود انا وعطلع فيها، قضيت من نصياته والله نص التفاحه قلت لها تفضلي، قالت له انزل، نزل، قال لي انت ما كنت امس معلق الصناعي؟ قلت له انا بحياتي ما علق، قالت شو عم بتقول لك؟ قلت له بده يقنعني انه هذا كنت معلق انه الصناعي. أنا بدي أسألك سؤال إلك، فرجيني أي واحد بياع كوكتيل للي بيشرب عند المنه والما بيشرب حيث تطلع مناسف على الطريق ومشان الله كله، والقاعد حيطت حصيرة بروح بقيم بواجبي أنا وبقدم لهم هالفواكه من دون ما يشتروا من عندي، أنا بدي ضيفهم، أنا شو شعري لهالشي؟ مشان ساوي دعاية إلي لا، أنا معلش عندي زبايني بس بدي العالم هيك تروي، هدفي إنه العالم بس هيك تقعد هيك تفرج على المناظر تروح عن همومها. هلا انا بياخذوا من عندي كراسي بعطيهم ولا باخذ مقابل اي شيء، انا بدي الناس هيك تنبسط. هلا في عالم قاعده مقابلي ما بتطلب من عندي شيء، انا بدي اسوي لها بريت عصير
وروح ضيفها وبتلاقي العالم كلها تم كيفة بتوقف تتفرج بتتصور بدق على مطرح. بحب أقول الله يفرجها وكل مين يرجع على بلاده خير وسلامة بجاه النبي.